Hello everyone, أهلا وسهلا فيكم على قناتي. اسمي نادية للي ما بيعرفني. يوم الفيديو هو عبارة عن رأيي الصريح بكذا برودوي جايبتهم جديد وحجربهم لأول مرة معكم. صراحة إلي ناطرة شي شهرين تأعمل هيدا الفيديو لأنه عن جد إلي فترة عم جمع هولي البرودويات تيكون عندي كوليكشن مهضومة أفوردبل أنا نعمل فيها الفيديو، وكتير محمسة أني بلي. أول شي حبلش أني حط على شفافي هيدا من كاتريس اللي هو بلومبينج جيل ليبستيك. بدي اشوف اذا بيعمل بلومبينج للشفاف ولا لا. حطه، اوكي حطيتهم شفافي هون، حطيته باول اللوك تشوف اذا عن جد حيكبر لي اياهم انه يعطيهم فوليوم ولا لا، فيكون معنا الفيديو كله تنشوف النتيجه سوا. وبدي بلش اول شيء بالبرايمر. كبرايمر حاستعمل هذا البرايمر من الف اليمينيتنج برايمر، بيجي بقلبه كمان شوية شيمرز صغار. حلا ملحة بده لكم كيف بيجي شوية على يلو. اوكي هلا حارفع شعري شوية عن وجهي كرمال استحكم بالميك اب اكتر. اوكي هلا رفعت شوي شعري عن وجهي بس كنت خلصت الباز. هلا حانتقل للفاونديشن. كفاونديشن حاستعمل هيدا الفوندوتان من لوريال باريس اللي هو انفاليبل فاونديشن ستيك برقم 180 بشيد 180. ححطه على وجهي بهالطريقه. حاخد هيدي البيوتي بلندر كمان اول مره بستعملها معكم ومد الفاونديشن على وجهي. كتير بحبوا هيدا الفوندوتان، مش اول مرة بستعمله، وصحيح انه ستيك بس كتير بيمد على البشرة. هيدي البيوتي بلندر. هلا حانتقل للكونسيلر. ككونسيلر حاستعمل اول لون، هني حاستعمل اثنين من نيكس. اول واحد حاستعمله هو برقم نيتشرال، حمده بس تحت عيوني. وهلا حمدته كمان بالبيوتي بلندر. هيك بكون مديت الكونسيلر. هلا حاخد هذا الكونسيلر كمان من نيكس، بورن تو جلو كونسيلر برقم لايت ايفوري. حدور المحلات اللي بحب ضويها بوجهي هون. اوكي وحارجع اخد كمان البيوتي بلندر وادمجه على. هلا مديت الكونسيلر حاستعمل لاول مره هيدا الدالي كونتورينج ستيك. هيدا الكونتورينج ستيك من دالي كمان نزلوا جديد، كتير حبيت جربه خصوصا انه هو صناعه لبنانيه، فكتير بحب شجع الصناعه اللبنانيه. جبته بشيد ديب وحاعمل كونتورينج فيه. حاستعمل هيدي البرش، دمجته على خدي. نوت باد، حلو. خففوا شوي اذا ما منفض شي بالبيوتي بلندر. حاعمل الميل الثاني، بيتو على هالميل وعلى هيدي الميل. حارجع اعمل شوي هون. ومنخاري، منخاري حاستعمل البيوتي بلندر. حارجع اخد البيوتي بلندر واقطع على كل شيء لانه كاني حسيته شوي باتشي. اوكي هلا حاخد هذا الكريم بلاش من كابريس، من كاتريس اللي هو بهذا الشيد، مجربته على اصبعي. هلا هو محطوط هون باتر تو باودر، فححط 3 دوتس هون. اخد البيوتي بلندر هعمل لون بلندنج. حلو نوت باد، حبيته. اوكي هلا خلصنا من كريم بلاش، بدنا نثبت، بدي ثبت وجهي بهيدا الباودر يلي كمان من كاتريس اللي هو بلون 10 ترانسبيرنت. بيجي ماتيفاينج، ووتر بروف، سويت بروف، فيكسينج، وفيه اس بي اف 10. هيدا هو من جوا كتير مبين سوفت على فكره. حاخد هيدي البراش وثبت فيه وجهي.
حانتقل للبرونزر. كبرونزر كمان حاستعمل من كاتريس يلي هو هيدا البرونزر يلي هو كلين اي دي مينرال برونزر مع اس بي اف 15. بيجي هو تقريبا 89% الانجريديان تبعه ناتورال وبيجي فيجن كمان. وبحط لكم فوق لوف يور سكين. كتير حبيت الباكجينج. ما ضروري ما عندي مشكل اذا ما عم بلاقي ولا لا. حاخد شوي على هيدي البراش. اخذت هيدي البراش وعملت كونتورينج لمنخاري. هلا حارجع اخذ بلندينج براش، اخذ كمان من البرونزر وحط شوي فوق عيوني. اوكي مديت هلا البرونزر. حبيت على فكرة كتير حبيت الكاليتي تبع البرونزر، حبيت الشيد تبعه. هلا بدي انتقل للبلاش. حاستعمل هيدي البلاش اول مرة كمان مجربها من كيكو، شيد 6 هيدا هو الشيد تبعه، كتير حبيته. حاخد نفس بلاش برونزر، من جد كتير حلو. هيدي التانية شوية مخاري، بس انا هيدا البلاش كتير 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 حبيته عن جد. كل شي من كيكو كل شي من لوليا كلوزت بتذكركن انه بيطلع لكم عليهم 10% اذا استعملتوا الكود تبعي اللي هو ناديا تي 10. ما تشيلوا مع التي. هلا بدي انتقل للحواجب. حاستعمل اول شي كمان لاول مرة قلم الحواجب اللي هو ايبراو سكولب اوتوماتيك بنسل، كمان من كيكو ميلانو بشيد 6 كمان يلي هو البلاك. وحعلم فيلك كيف بيجي من فوق وبيجي من تحت في فرشاية. حا اول شي مشطت الحواجب وحبلش علم زيح خفيف من تحت. هلا علمت حواجبي بهيدا القلم من كيكو ميلانو، صراحة كتير 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 حبيته. بحس حاستعمله صرت افري داي وعلى كل ميك اب لوك، لأنه كتير عطى ما خلى. يعني أنا بخاف من القلم الأسود لأنه القلم الأسود فيه يعملكم حواجبكم مثل هولي الشاتيتيون السود. سو هيدا البلاك بالعكس عبالي اياهم بطريقة بعضهم مبينين كتير ناتورال. حارجع اخذ من لوريال هيدا يلي هو بلامب اند سيت براو ارتست جيل يلي هو بلون الترانسبارون وحمشت فيه حواج بتلوع. وهلا من بعد ما خلصت الحواجب ححط ليكويد اي شادو من نيكس يلي هو بشيد نيود تو مي. عم ضلني زيت لانه صراحة هيدا حيخلص عندي مثل فيكم تشوفوا اذا ببين عندكم ليكو من جوا. يعني قد ما بستعمله خلص. يعني تقريبا انا قلي سنتين بستعمل هيدا الليكويد وكل ما يخلص كل ما اجيب واحد جديد. كتير بحبه، كتير بيعطي لون حلو على العيون. يعني بيبرز لكم فوق عيونكم بطريقة تكونوا انتم مستعجلين رايحين شي محل بدكم تحطوا شي سامبل على العيون. ماشي بتحطوا شوي فيكم باصبعكم فيكم ببراش، كتير ايزي انكم تستعملوه. انا كتير 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 بحبه. هلا من بعد ما حطينا الاي شادو يلي هو خلصت الاي شادو لوك تبعي، حاستعمل لاول مره هيدي الماسكارا من كيكو اللي شدني فيها هي كلمه كليك يلي هي من كوليكشن تبع لوست ان الفاي 24 اورز كليك ماسكارا. سو هيدي هي الماسكارا. افتحها شوفوا. اوكي يعني ما في زوم ده كنا عم تبر بنص ساعة تيك توك. حبيت اوكي حاحط الماسكارا على عيوني تنشوف كيف ح البيفور والافتر.
ارجع احط لك كاول كود وهلقيت حلوه، هرجع احط واحد ثاني. ليكو بيفور، ليكو افتر بيفور. كتير حبيتها للمسكرة صراحة. فيكن حتى تحطوا بس فوق اذا بدكن لوك اكتر سام، تتركوا تحت يعني ما بتحسوا بشعة. على فكرة عن جد كتير 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 حبيتها للمسكرة، كتير حبيتها للمسكرة، كتير حسيت. وايزي انكم تفتحوها يعني اذا مستعجلين كمان، بيرفكت. انا كتير حبيتها، ما ندمت ابدا اني جبتها، صارت من بين مفضلاتي اكيد 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 اكيد. شي نهار ببقى بخبركم عن الماسكارا المفضلين عندي، لانه انا كتير بهمني الماسكارا، ما بحس لعيوني بيكملوا بلا ماسكارا. وهلا بدي ارجيكم الماسكارا يلي جابتهم من كيكو يلي مخلصتهم اوريدي. خليكم معي دقيقة، هلا ام باك تأرجيكم شو مخلصة ماسكارا من كيكو. صراحة كنت مفكرة انه ما عاد عندي هون، بس من فترة لقيتهم عند تيتا، لانه انا وقتها صار فيهم شوي 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 كل وحدة، اعطيتها اياهم لستي، قام طلعت بعدها محافظة عليهم لهلا يعني، وما كبتهم مع انه خلصوا كلهم سوا. اول وحدة يلي هي من كيكو ميلانو لوكجيريوس لاشز ماكسي براش، يلي هي هيدي البراش تبعها بتجي هيك كتير حلوة، وكتير عن جد كتير حلوين ما بنسى يعني. هولي اكتر ماسكارا كنت استعملهم كيكو، هن يلي كنت استعمله وقتها كنت مضيفة الطيران. هيدي التانية يلي هي كمان اسمها ستاند اوت فوليوم، اما التالتة فهي فوليوم ايز اكتف ماسكارا يلي هي هيدي، عن جد كتير 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 حلوين. بتصور هيدي وهيدي هلا هن افيلبل على لوليا كلوزد، وما تنسوا تستعملوا ناديا تيتان تيطلع لكم 10% على على الاغراض، على كل شيء بتختاروه من لوليا كلوزد. هلا حننتقل لللبس، حامسح هيدا الشيء اللي حطيته. هيدا اللي حطيته من كاتريس منه سيء على فكره، لونه كتير حلو، بس ما حسيت ابدا اعمل بلومب لشفافي او اعطى اي تاثير. حاخد هلا هيدا الليبستيك يلي هو لاستنج مات ليب كولر، كمان من الكولكشن تبع لوست ان امل 5، جبته بهيدا الشيد نمبر 7، حجربه لاول مره اليوم معكم. وهو مات لونج لاستنج مات، لو بيردوا على التليفون ريحته كتير طيبة. انا ما حاحكي، انتو احكموا، انجي انا ما حاحكي انتو احكموا قدي حلو الليبستيك. واو عن جد كتير حلو، يعني عندي عرس انا كنت مفكرة احط ريد ليبستيك، هلا صار بدي احط هيدا الليبستيك. ما كأنه حاطين شي على شفافكن، عن جد ما كأنه حاطين شي. هلا بدنا ننتقل للهايلايتر، حاستعمل هيدي الباليت من ميك اب ريفولوشن اللي هي ريلودد لاستر لايتس هيفت ويف، هن بيجوا هو الشيد تبعها. حاخد هيدا الشيد اللي هون بهيدي البراش، هيك بنكون خلصنا الميك اب لوك لليوم. انا كثير حبيته صراحه، وبدي ارجع اذكركم انه اذا استعملتوا الكود تبعي تبع لوليا كلوزت ناديا تي 10 بيطلع لكم 10% على كل شيء براندز عندهم، على كل شيء بتنقوه من عندهم. ميرسي للمشاهده، وان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو، وما تنسوا انكم تعملوا سبسكرايب للشانل وتضغطوا على اللايك. واذا عندكم اي اقتراح لاي شيء او اي برودوي عبالكم اني انا جربه، ما تترددوا انكم تحطوا لي بالكومنت تحت او تبعتوا لي على انستغرام، انا كتير اكتف هونيك. وتابعوني على السوشيال ميديا، على انستغرام فيسبوك تيك توك. ثانك يو كتير 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 كتير، لاف يو.